المشاريع المثيرة للدخل واحدة من البرامج الاجتماعية التي أصبحت تحظى باهتمام النسيج الجمعوي بالمغرب بتمويل من عدد من المؤسسات العمومية والخاصة. SOS Village d'Enfants نموذج لهذه الجمعيات التي انخرطت في هذا المجال الاجتماعي، والهدف تحسين الوضعية الاجتماعية للنساء في وضعية صعبة. SOS Village d'Enfants est parti d'une idée toute simple, donc des veuves vont s'occuper des orphelins, on va reconstituer une famille et les enfants seront dans un environnement qui leur permettra de grandir et de s'épanouir et de devenir un citoyen responsable. Cette idée, elle était vraiment très très simple et elle a fait donc le tour du monde. Au Maroc, SOS Village d'Enfants est implanté depuis 1985 avec l'ouverture d'un premier village à Aitourir. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Elle est sous la présidence d'honneur de Son Altesse la Princesse Lala Asna. Nous avons aussi, il y a quelques années, mis en place un programme de prévention. C'est ce que nous appelons les programmes de renforcement de la famille. Donc ici, on agit avant que les femmes qui élèvent seules leurs enfants n'abandonnent leur enfant. Donc on essaie de renforcer ces familles monoparentales. Donc lorsqu'on ouvre un programme, on inscrit les familles dans ce programme. La première des choses que fait l'association SOS Village d'Enfants, ça va être de s'occuper et de protéger les enfants des familles. Une fois que nous sommes sûrs que ces enfants évoluent dans des bonnes conditions, on va s'occuper des mamans qui élèvent seules leurs enfants. Et on va essayer de renforcer leurs capacités. Donc on fait appel à d'autres associations, on leur propose des formations. Lorsque donc elles ont fait des formations, si on voit qu'il y a une bonne dynamique, on va pouvoir proposer de monter des coopératives ou bien donc on leur propose de mettre en place des activités génératrices de revenus. Le programme de l'aide à la famille est un programme de programme SOS Village d'Enfants qui aide à l'économie des femmes économiquement. Le monde de 2011, يعني تمت مساعدة 220 امرأة. هذه النساء تلقت تكوينا في شعب مختلفة. وئام وعائشة نموذجان من الحالات التي استفادت من برنامج الدعم العائلي لإسويس فيلاج دونفون بعد أن كانتا تعيشان وضعية جدا صعبة. أم ثلاث أطفال، الحالة الاجتماعية مطلقة بعد المعاناة في بيت الزوجية، من بعد خرجت جرع لي الزوج ديالي ما لقيتش الحنين الله رحيم. دخلت تعلمت كويزين انترناسيونال، بديت بشوية بشوية تندير الخبز، كنا نعطي الناس بحال هكا بعض المرات عاك بحال كنعرض عليهم وهذا باش يعرفوا المنتوج ديالي. من بعد ولا عندي اخوات تنعرفهم تيجيو ملي كتكون عندهم شي مناسبه ولا شي حاجه تيجيو ياخذوا من عندي لي كومون. كندير البيتزا لي فوسون الخبز. واحد النهار توفى لي الراجل وكنت في وضعيه صعبه، وقالوا لي الناس راه كاين واحد الجمعيه هنايا، ودقيت كان الفرع ديالهم هنايا ومشيت دقيت بابهم وعاونوني واستفدت معاهم بزاف الدعم المدرسي وعاونوني انايا، ودرت سونتر تعلمت الحلويات. كوكاكولا عطاتنا البران وبديت كنشتغل بشويه بشويه والحمد لله. شركة كوكاكولا إذن واحدة من الشركات المواطنة التي انخرطت في تمويل هذه المشاريع والبرامج الاجتماعية للنساء في وضعية صعبة، وذلك بشراكة مع SOS Village d'Enfants. التمويل ديال هاد النساء كيكون عن طريق يعني دعم ديال شركاء ديال الجمعية، شركاء خاصين وشركاء عامين. الرابط بيناتنا وبينات SOS Village d'Enfants هو واحد البرنامج اللي عند SOS Village d'Enfants سميتو برنامج التقوية العائلية، اللي واحد من الأهداف ديالو هو التمكين الاقتصادي للنساء. هو برنامج أقل شهرة من قرى الأطفال اللي معروفة بها SOS Village d'Enfants، ولكن هو برنامج كيمكننا احنا وهما اننا نضربوا عصفورين بحجره. علاش؟ اولا كنمكنوا اقتصاديا النساء، كيولي عندها مدخول، كتستثمر هذا المدخول في العائله ديالها وفي المجتمع ديالها، وكتمكن ايضا انها تخلي وليداتها، هاد النساء يخليو وليداتهم معاهم، حيت هادو كيكونوا نساء في وضعيه صعبه، يخليو وليداتهم معاهم وما يتشردوش ولا يمشيو للخيريات.
حنا في شركة كوكاكولا عندنا واحد الاعتقاد قوي، هو أنه وضعية ديال الشركة ديالنا العافية ديالها مرتبطة جدا وارتباط وثيق بالوضعية والعافية ديال المجتمعات اللي حنا كنعيشوا فيها. لهذا السبب هنا واحد سياسة ديال المسؤولية المجتمعية جد طموحة كتنبني على واحد ثلاثة ديال المحاور، فيها مثلا الحفاظ على المورد المائي، تمكين الشباب وتمكين النساء. بعد ما كيجيو عندنا هاد النساء في واحد الوضعية اللي هي صعبة، كنقومو بإجراء بحوث اجتماعية من أجل التأكد من الحالة الاجتماعية لهاد النساء، وأيضا يتم الإدلاء بوثائق تثبت فعلا أنها نساء. وأغلبية هاد النساء تكون يعني قادمة من خارج مدينة الدار البيضاء أو من الدار البيضاء من الأحياء الهشة أو الهامشية. فاطمة رشيدة وأخريات نماذج لنساء قاطنات بعدد من الأحياء الهامشية ودور الصفيح، واللواتي استفدنا بدورهن من برامج دعم إسويس فيلاج دونفون. قاطني الجمعية الماكينة وليت كنمشي نجيب طروفة بتفت العيالات كيخدموا هنا من تحتنا في الكاريير، كيخدموا العيالات هادشي. قالوا لنا تقدري تخدمي، جي نوريك كيفاش تخدمي، وبركت حداهم وانا نخدم بياسة داكشي، ومشيت شريت السلعة راسي بديت كنخدم الراس. المرات ما كيكونش عندك تنوض تخدم غير بياسة، واخا تخدم غير 30-120 تتبيع خرجي غير 100 درهم 3000، المهم راه كايز الدراري. عطاوني الماشين بديت كنخدم بها، تنبدا نخدم بها في الدار بحال هكايا. من بعد وليت كتعرف وحده، كتعرف وحده كتقول لها راه فلانه كتخيط، اجي تجي عندها راه ديك عندها لدارها تخيط لك. صافي وليت كنخدم هادشي ديال الريدويات الكوزينه والغطاوات ديال لي ناب ديال الطبله الكراسه تنخدمهم. من بعد داكشي اللي كتعطيني كنقضي به في الدار. بحال دابا عندي دوك التوام كيقراو ليا كيقراو كيخصهم مكتوبه شي مقرر ولا شي حاجة تنشريه ليهم وتنعيشوا بها داكشي اليومي ديالنا في الدار. ونحن نشيد بالعمل الجبار اللي كيديروه SOS فيلاج دونفون، والحمد لله بالنتائج الطيبة اللي كنشوفوهم في هاد العائلات هادو اللي تم الدعم ديالهم.